انا اول مره في حياتي ادخل التلفزيون المصري ده كان سنه 91، كان لوكيشن للفنان نور الدمرداش، كان بيصور مسلسل السقوط في بئر سبع. يعني ده كان اول لوكيشن اشوفه، اعتقد انه كان في استوديو واحد هنا، كانت الفنان سعاد يونس، الفنان سعيد صالح والكلام ده كله. فطبعا انا كنت متعلق بمسلسلات قطاع الانتاج وافلام التلفزيون والحاجات الحلوه اللي احنا بنشوفها كلها. وساعتها يمكن كمان كنا لسه في مرحله القناه الاولى والثانيه، ثم يا دوبك بس في الثالثه والرابعه والخامسه وحاجات زي كده يعني. فطبعا انا تعلقت منذ طفولتي بالتلفزيون كانسان مصري عادي. واللي دايما بقول على ماسبيرو ان ماسبيرو ليس ملكا للي بيشتغلوا في التلفزيون ولا ملك اللي بيشتغلوا في الاعلام. ماسبيرو بالظبط زي الاهرامات، يملكه كل مصري على ارض مصر، بل ولا ويملكه كل عربي، لان كان لما بدا كان اسمه التلفزيون العربي مش التلفزيون المصري يعني. فهو ماسبيرو والتلفزيون المصري اللي احنا بنتكلم على فكره التلفزيون بشكل عام في الوطن العربي. ظهر التلفزيون العراقي في الاول الخمسينيات، ثم جه التلفزيون المصري في 21 يوليو سنه 1960. انا شايف ان انا مش الشخص اللي يتكلم عن التاريخ والماضي، اكيد في رواد كتير هيتكلموا عنه اكتر مني، لكن انا تحدثت عن التاريخ بصفتي مواطن مصري عادي. لكن كشخص معاصر عاصر المجال الاعلامي في التلفزيون، وكان ليا شرف ان انا تدربت فيه من سنوات الكليه، من سنه اولى كليه، ثم وبالمناسبه بدايتي في القنوات التلفزيونيه كانت في القناه الثالثه، زي كل الناس على فكره اللي في سني يعني، كل الناس كانت لازم تعدي على الثالثه ثم الاولى ثم بعد كده هو ونصيبه بقى هيركز فين بعد كده يعني. ثم جاءت النايل تي في والنايل دراما ولفينا في حاجات، والنايل تي في هي الاساس يعني الطويل يعني العمر الطويل. لكن برجع وبقول انه ماسبيرو ماضي وتراث وتاريخ، ماسبيرو حاضر، ماسبيرو كمان مستقبل. الستين سنة دي مش طول معاش، الستين سنة دي بداية عمر جديد في الدول وفي شخصيات كبيرة جدا في الدولة وفي الدول في العالم بتبدأ حياتها بعد الستين وبتعمل إنجازات عظيمة يعني. إحنا عندنا في النايل تي في كنا طالعين حلقة رائعة من متحف الحضارة، إذاعة خارجية وحاجة عظيمة، قطاع الأخبار لا يتوقف عن الانفرادات، هو نيل الأخبار وراديو مصر وإلى ذلك، مش عايز أنسى حد. إذا كان على تقنيات المستقبل، إحنا عندنا بوابة ماسبيرو، ماسبيرو.eg. عدد اللي بيشتغلوا فيه عدد قليل جدا، بس خش اتفرج عليها هتلاقي لايف لقنوات، صحيح مش كل القنوات بس اغلب القنوات لايف، تقدر تفتح وتتفرج على القناه على موبايلك في اي وقت. نتمنى انها تتحول ابلكيشن، وده كان الهدف اللي كانت انشات من اجله، بس لسه ده ما اتحققش يعني. الحقيقه انا شايف ان ماسبيرو يعني كيان كبير، حتى لما بيذكر اسم معهد الاذاعه والتلفزيون اللي انشئ سنه 53 حتى قبل ماسبيرو، معهد الاذاعه والتلفزيون دول مدرسه الوطن العربي، مهما كان لا يمتلك يمكن استوديوهات زي ما كيانات اخرى بتمتلك، ولكن الناس بتعتبر ان الشهاده اللي معهد الاذاعه والتلفزيون دي شهاده للتاريخ. طلبه كليات الاعلام بيجوا يتدربوا عندنا وبيفخروا ان هم دخلوا المبنى مجرد دخولهم المبنى ده. فكيان ماسبيرو كيان عظيم، كل التقدير للقنوات الخاصة تحتفل معانا بعيد التلفزيون اللي هو تلفزيون بلدهم. كل الشعب المصري لازم يحتفل بالتلفزيون المصري ان هو تلفزيون رائد في الشرق الاوسط، بكل قنواته الخاصة والعامة وبإذاعاته وبمحطاته وبكل العاملين.